الأخ علي من عسير، تفضل أخي علي. السلام عليكم. عليكم ألو، السلام. عليكم السلام. مساكم الله بالخير. الله يحييك، تفضل. حياكم الله يطول لي عمرك. عندي سؤال، سؤالي طال عمرك، احنا لما تقام الصلاة ويتقدم الإمام يقول استووا للصلاة واعتدلوا، واحد من المأمومين يرد عليه، ما يرد عليه، يقول إن شاء الله، هل يجوز كذا ولا بلا؟ طيب شكرا، واضح السؤال. لا هذا ما هذا لا يشرع هذا الشيء، يعتدلون بالفعل دون الكلام ولا يقول إن شاء الله. نعم.